وسط غرفة صغيرة دافئة، جالسة فتاة ذات شعر بني غامق، عينيها العسليين موجهين للساعة الحائطية اللي قدامها. الهدوء في الغرفة من غير صوت عقارب الساعة اللي كيتسمع، توازناً مع رجل الفتاة الحافية اللي كتضربيها مع الأرض من توترها. فجأة سمع صوت صاخب للهاتف الأرضي، هزيت السماعة وحطات عند ودنها وحطاتها عند ودنها، وكيف سمعت صوته سدات عينيها براحة، وجا صوته الخشن وهو كيقول: غادي تلقايني في الدرب اللي وراكم. قالت رباب: ما يمكنش لي نخرج دابا، راه العشرة هادي. وهو يقول جابر: عاد ساليت التداريب وجيتنيش أنا عندك، ما توحشتينيش. رباب قال: توحشتك بزاف. جابر قال: حاولي تخرجي باش نشوفك، ونيت عندي شي حاجة مهمة نقولها ليك. وهي تقول له رباب: أوكي هاني جاية. حطات رباب السماعة وقلبها كيضرب بسرعة. أسبوع داز وما شافتوش، وكانت كتسنى اتصاله، وقت ما كانت عنده مباراة مهمة ما كتبقاش تشوفه بسبب التداريب، واليوم كانت عارفة غادي تتصل بيها بعد ما يسالي الماتش. نزلت عينيها وشافت في البيجامة اللي لابسة، ومشات بالزربة البلاكار وحلاته وهزت الوالد جين ولبساته مع تريكو قطني. شافت راسها في المراية بغير رضا، ومدات ايدها وبغات تحيد النظارات ديالها. رجعات دارتهم والتحنات ولبسات برديلتها، وحلات الباب ديال بيتها بشوية وتمشات بهدوء. نزلت مع الدروج في الظلام ووقفت عند آخر درجة كتشوف بملامح جامدة في باب غرفة والديها، وبدون ما تردد تمات خارجة. بعد ما هزات سوارة الدار من فوق الطابلة، جرات بسرعة حتى خرجات من الحومة ديالهم. عاد رجعت كتمشي بشوية وهي كتقلب عليه بعينيها، كانت الدريبة شبه خاوية والمرة قلال، بانت لمعة خاصة فاش لمحاته من بعيد جالس على دراجته النارية. مشيت ناحيته ودقات قلبها رجعوا كيضربوا بوتيرة مسرعة. وقفت قدامه وحنات عينيها، شاف فيها بتمعن، مد ايده القوية وجرها بخفة لصدره، عنقها وهمس عند ودنها: حتى أنا توحشت. رباب حسات بالحرارة طالعة لوجهها وقالت: جابر. وهو يقول: ما الحب مقلق عليك؟ قالت: لا. هزات عويناتها العسليين وشافت فيه وقالت: إلا بقيتي كتغبر بحال هكا غدا نخليك. جابر هز راسه بثقة وقال: ما تقدريش. وهي تقول: مالك مغرور، ما تكونش متأكد لهاد الدرجة، يمكن شي نهار نديرها. جابر ضرب صبعه على نيفها وقال: حتى ما نكونش عارفك. وهي تقول: ربحته. قال لها جابر: أكيد. وسكت شوية وقال: مبروك النجاح. قالت له: شكرا، يحساب لي نسيتي. قال جابر: ما يمكنش ننسى شي حاجة متعلقة بيك. ابتسمت وقالت: خاصني نرجع. شنو كنتي باغي تقولي؟ جابر شد في ايدها وتكلم بجدية وقال: رباب سمعيني مزيان، حيت بجوج خاصنا ناخدو هاد القرار. انتي عارفة شنو هو الحلم ديالي، وهاد الحلم قريب يتحقق. بقات رباب كتسمع ليه بتركيز، حتى فجأة تغيروا ملامحها وتوسعوا نظراتها. شافت فيه بحيرة وخوف اللي كانوا واضحين في عينيها. جابر كيف كمل حديثه، جرها لعندو قبل خدها ببطء وقال: ما نقدرش نتخلى على حلمي ولا عليك، القرار دابا بين ايديك. رباب قالت: جابر انا ما نقدرش. وهو يقول: بعد يومين غنكون في هاد البلاصه، غادي نتسناك باش نمشي ونبني حياتنا. بعد عليها وركف دراجته وشاف فيها اللحظات قبل ما ينطلق وكثيره بسرعه. بقيت رباب واقفه في مكانها وكلامه كيتعاود في ودنيها، كانت بحال شي وحدة ضايعة مرتبكة وما عارفة فين تزيد. شنو غادا تدير؟ وكيفاش تقدر تختار ما بين والديها ومستقبلها وبين حب حياتها؟ دازوا يومين وهزات الشنطة وحطاتها وسط البلاكار وسداته. تقابلت مع المرايا كتشوف في الهالات السوداء اللي زادوا بانوا من قلة النهاس. دارت نظاراتها وخرجت من البيت، هبطت مع الدروج ودخلت للصالة. شافت فباها اللي جالس على الفوتيه
داير نظارات طبية بحالها وشاد صحيفة بين ايديه كيقرا فيها. حولت عينيها جهة الأم ديالها اللي كانت كتحط العشاء في الطابلة، بقات كتنقل عينيها بينهم بجوج كأنها كتحاول تشبع من شوفتهم. بصح والديها ماشي كيف ما تمناتهم، كيهتموا بدراستها ومستقبلها أكثر من اهتمامهم بها هي. رسموا ليها حياتها كيف بغاو بدون ما يشوفوا شنو بغات، ولكن أنها تغادرهم في مرة ما كانش بالقرار السهل، وفكرت أنها تتبع أشنو بغات وشنو اللي غادي يسعدها هي، والجواب كان قدامها. جابر هو عالمها وسعادتها، مستحيل تقدر تعيش بعيد عليه. خرجها من سهوتها صوت أمها وهي كتعيط عليها. انضمت لهم العشاء وتعشاو في جو رتيب. مرة مرة كيتكلم شي حد فيهم، إما أمها كتحكي على أشنو وقع معاها في المستشفى مع زميلاتها الممرضات، أو لباها كيتكلم على تهاون الطلاب في الجامعة وكيتدمر من جيلها. والمرة الوحيدة اللي وجهوا فيها كلامهم لها أكدوا عليها أنها خاصها توجد للدراسة في المعهد، وخا مازال الوقت مبكر. رباب حدها حركات راسها ليهم بالإيجاب واستأذنات باش تطلع لغرفتها. ومع وصول منتصف الليل تحركات رباب من تحت فراشها وحيدات الغطا وشعلات الفايوز اللي ضو خافت، جرات سبرديلتها وكتلبس فيها، حيد ديجا لابسة حويجها ووقفات كتجمع في شعرها وهي متوجهة للبلاكا، جبدات الشنطة اللي جمعات فيها حويجها اللي ضروريين وتمات خارجة. ومع بغات تسد الباب لقات نظرة أخيرة على غرفتها وحسيت بضيق في صدرها، حاولت تجاهله وخرجت. وكيف وصلت لآخر الدروج تحركات بحذر، شافت في باب غرفة والديها وعضات على لسانها فاش بان ليها الباب مردود وكيبان الضوء خارج من وحد الشق، وبخطى هادئة تحركات ناحية الباب الخارجي ودازت من جنب غرفتهم. فجأة وقفت فاش وصل مسامعها آخر جملة قالها باها، قال غنبيع الطوموبيل باش نكمل لها أقساط الدخول. وهي تقول الأم لا ما تبيعش الطوموبيل ديالك، أنا عندي شي ذهب قليل في نكلبسه، غادي نبيعه ونخلصوا لها كل شي في دقة واحدة. الأب قال بصرامة ما غاداش تبيعي ذهبك. قالت الأم ولكن، قاطعها الأب وقال صافي سدينا الموضوع، من بعد يمكن ناخذ طوموبيل أخرى، ولكن هاد الفرصة ما كتعوضش وما باغيش نضيع بنتي غا حيت حنا مزيرين. حطات رباب إيدها على فمها مزيرة عليه وعينيها كيلمعوا بالدموع، حركات راسها يمين وشمال كأنها ما مصدقاش شنو سمعات ولاحت خطوة للأمام. حطات إيدها على ساقطة الباب وحركات أصابعها اللي كانوا كيرجفوا، ضغطات باش تحل الباب وتمشي عند حبيبها اللي كيتسناها اللي غادة تبدأ معاه حياة جديدة وتكون في جنبه. ولكن فجأة سحباتها وهي مزيرة على عينيها، انسابوا دموعها على خدها وهي حاسة بحرقة في صدرها. دارت موالية الباب بظهرها، وقبل ما يحسوا والديها بوجودها توجهت جهة الدروج وشنطتها في إيدها، ومع كل درجة كان قلبها كيتمزق للقرار اللي خدات، القرار اللي عرفات غيكلفها الكثير. هو كان واقف ومربع إيديه جنب السيارة وعينيه مركزين في اتجاه واحد، الاتجاه اللي غادة تجي منه. قبل ساعة كان متأكد أنها جاية، ولكن بعد مرور الوقت بدا كيتوتر. قابل ساعة إيده معاه حتى شاف الوقت ورجع كيتسنى، ودازت ساعة أخرى وهي مازال ما بانت. كان أكد عليها تجي في الوقت حيت غيشدوا الطريق لمدينة أخرى، وفي داخله كان عارف أنها مستحيل تأخر عليه لو قررت تجي معاه، لكن غروره خلاه متيقن نوعا ما من أنها غتختاروا على والديها. وفي هذه اللحظة تمحاو تعابير الثقة ورجعوا ملامح متصلبة، حرك فكه المشدود بعصبية وحل باب الطوموبيل وطلع وكثيرة مغادر المكان بوحده. وبعد مرور عدة أشهر خرج من النادي كيعرج برجله ومسند على عكازين، لابس سيرفيت سبور ودير كاسكيطة على راسه، تمشى في اتجاه طوموبيلته اللي مرصوفة على جنب الطريق، ومعاه الزراسو بانت ليه واقفة جنبها، اظفر بالجهد وعقد حجبانه. وكيف وصل عندها شاف فيها بحدة
وجبد سوارة الطوموبيل. قربت وهي كتطلع في نظاراتها بصبحها، مدات ناحية إيدها الأخرى لهذا فيها سلة صغيرة وقالت: اليوم رجعت بكري من المعهد ووجدت ليك ما تاكل، قاديت كل شي كيف كتبغيه، ما درتش الزيت والملح. جابر ضرب السلة بالعكاز حتى تلاحت وتشتت داكشي اللي فيها، وقال هو مزير على سنيه: ما كتسمعيش الهضرة؟ واش ما عندكش النفس؟ ياك قلت ليك عطيني اتساع، ياك اختاريتي وتحملي نتيجة اختيارك، ما بغيت لا شفقة ولا مساعدة منك غير فوتيني. رباب شافت في السلة اللي في الأرض بحزن، ورجعت شافت فيه وقالت: غدا غدا نجيب ليك الغدا في نفس الوقت. وحنات راسها وتمات غادة حتى قفزها صوته وقال: ما بقاش ترجعي ولا توريني كماتك، بسبابك وقع لي هاد الشي. باش نركز في الماتش اللي كان غادي يضمن لي مستقبلي، كنت كنفكر فيك وكيفاش سمحتي فيا. تلفتات رباب عنده وقالت: يمكن تلومني وتعايرني، انا متفهمك، ولكن انا ما نادماش على قراري. والدي ماشي مثاليين، ولكن مستعدين يضحيوا بكل شي على قبلي، ما نقدرش نتخلى عليهم على مستقبلي. انت عارف شنو كتعني ليا، ومع ذلك هادشي اللي كنديرو حسبه مساعدة من صديقة، حيت أنا ما كنتمنى منك والو. دارت وكملت على طريقها، تبعها بعينيه وهو مزير بإيده على العكاز البلاستيكي، ما تحرك حتى شافها ركبات في التاكسي وغادرات. شاف الأكل اللي جابت ليه واللي كان عبارة على سلطة ودجاج مشوي، الأكل الصحي اللي موالف كياكل. عارف شحال ديال الوقت كي ياخد إعداد هاد الأكلات. بعد عينيه وحل باب الطوموبيل وهو في صراع داخلي، هو كيبغيها بطريقته الأنانية، مقدرش يتقبل أنها مختارتش تمشي معاه، والإصابة اللي وقعت ليه من بعد وخسر بسببها فرصة العمر زادت كرهاته في كل شي، وما بان ليه على من يلقي اللوم غير عليها. ورغم حزنها لفراقهم، رباب ما استسلمتش، كانت متفانية في دراستها، وفي أي وقت فراغ لقاتو كتمشي تشوف جابر باش تساعده، مرة كتحضر ليه الأكل ومرة كتقدى ليه وتخلي ليه تقديا عند باب داره، عارفة باللي هو وحيد وما عنده حد، وحبها الكبير ليه خلاها تدير هاد الشي بدون ما تسنى منه يسامحها أو تطمع أنهم يرجعوا لبعض. دازوا 3 أيام ما جاتش فيهم، ولاحظ جابر غيابها، حاول يتجاهل الأمر، وفي الأخير لقى راسه متجه لحومتها. خرج من الطوموبيل وتمشى مسند على عكاز واحد، المحل أبد رباب واقف في راس الدرب ومعه شاب قدو في العمر، تحرك في اتجاههم بسبب الفضول ديالي، وكيف وصل صدم من الكلام اللي سمع. تعرف على الشاب عن قرب لأنه شافه شحال من مرة، كان جارهم، وشحال من مرة بان ليه تابع رباب من بعيد، عمره قالها ليها وكان شاك موراه شي حاجة، ولكن ما ظنش أنه غيسمعه وهو كيطلب إيدها من باها في الشارع. شاف جابر في الشاب بعيون كيف الجمرة، وبدون ما يسمع الباقي حديثهم تحرك وركب طوموبيلته، وكانت الوجهة المعهد فين كتقرا رباب. وبعد مرور سنوات عديدة، كانت غادة جنب الطريق تحت الضليلة، لابسة جلابة قهوية وزيف أبيض، وجهها بشوش، واللي تلاقات به كتلقي عليه السلام. حولت القفل إيدها الأخرى وهي داخلة مع الدار، شافت جهة دار الحاج والحاجة، وهي تبان لها طوموبيل فاخر واقفة عند الباب، عرفات شكون اللي جا وحاولات تسرع لدارها. خرجت من الطوموبيل امرأة نيقة لابسة بدلة كلاسيكية مناسبة لجسمها المكتنز بعض الشيء، شعرها البني القصير مطلوق وكيلامس كتافها، ودايرة نظارات طبية. هزات حقيبتها وتلفتات كتشوف في الحومة بشوق كبير كيف لمحات المرأة ذات الجلباب البسيط، مشات لعندها بخطوات مسرعة، ومع وصلت عندها قالت مبتسمة: حفيدة. حفيدة شافت فيها بابتسامة صغيرة ومدت لها إيدها وقالت: على سلامتك أختي رباب.
رباب تلاحت عليها وعنقاتها وهي تقول ايش هاد السلام الناشف. كتسلم عليها بحرارة وقالت توحشتكم وتوحشت دارنا، غير كان جيل هاد الحومة كان حس بالروح رجعت لي. حفيدة قالت هاد المرة طولتي. رباب قالت لها ماشي الخاطر يا اختي، ولكن دابا ناوية نرجع في مرة. قالت حفيدة زيان، وشافت في الراجل اللي واقف جنب السيارة وكيشوف جهتهم بنظرات جامدة، وقالت بلا ما نشدك اختي سيري شوفي الحاجة والحاج راه توحشوكم بلا قياس. رباب شافت فين كتشوف حفيدة وقالت هذاك راجلي جابر، حدودي شوية وما حد الشيب كيبان في شعره وكيزيد صداعه، كيف داير سي إبراهيم؟ حفيدة تغيروا ملامحها وقالت لاباس عليه. رباب شدت في إيدها وقالت حفيدة ياك اتفقنا ما تبقى حتى حساسية بيناتنا، إبراهيم وأنا ما كناش مكتبين لبعضياتنا، أنا خديت الراجل اللي بغيت وهو تزوج بيك حيت انتي اللي مكتبها ليه، حتى راجل ما خطاوه عيوب، ولكن عارفة كي مرأة وصبارة ومتأكدة أن إبراهيم غيجي واحد النهار وغيندم على معاملته ليك. حفيدة شافت فيها بصدمة وقالت شكون قالها ليك؟ رباب قالت كنهضر مع ماما يوميا وبدون ما تقصد جبدات سيرتك وطلبتها تعاود ليا. قالت حفيدة أنا صابرة والحمد لله، غير معاملته لبنتي اللي كضرني، الغضب ديالو كيوجهه غاليها. رباب ابتسمت بنظرات حزينة الحزن حفيدة وقالت آخر مرة شفتها كانت في الليستة، غدا تكون كبرات ما شاء الله وكيف أمها أكيد هي بنت قوية. حفيدة ابتسمت وقالت كل شي كيقول لها كتشبهي لرباب الطبيبة، ما كرهتهاش تخرج بحال. رباب قالت إن شاء الله دابا ما كرهتش نشوفها. وهي تقول حفيدة جي عندنا ملي ترتاحوا دوزوا تعشاو معنا انتي والحاجة. وشافت رباب ما مرحباش بالفكرة وهي تقول ملي ترتاحوا دوزوا تعشاو معنا انتي والحاجة. شافت رباب ما مرحباش بالفكرة وهي تقول السي إبراهيم ما كانش مشى مع صاحبه الفيرما ديالو. رباب قالت اوكي العشية غنكون عندكم. بعد حديثهم القصير تحركت رباب تجاه زوجها اللي كان واقف جنب الطوموبيل، كان لابس كومبلي رمادي وشعره البني كساوه شعيرات رمادية من الجنب، ملامح جدية ونظراته مهيبة، لكنه ملانو فور ما شاف ابتسامة رباب وهي كتقرب ليه، تأبطات دراعه وتوجهه لدارهم، وكيف حلات الحاجة الباب تلاحت عليها رباب معنقاها بقوة. الحاج سمع البكا والهضرة وهو يخرج ولقى بنته في حضن امها وزوجها واقف كيشوف فيهم، سالموا الرجال وهما مازال ما بعدوا على بعضياتهم. ملي تلقاتها الحاجة أخيرا تحضرات رباب باغا تبوس على ايد باها حتى جرها وحضنها، وبعد الترحيب الغامر دخلوا للصالة وطال حديثهم بعد الغيبة الطويلة لبنتهم في بلاد الغربة. حلات حفيدة الباب بسوارت ودخلات وحطات القفة في الكوزينة ووقفات عند الدروج وهي كتحيد في جلابتها، هزات راسها وقالت بصوت مرتفع جولان جولان أهبطي بنتي تعاونيني راه جايين عندنا الضياف في العشية. لحظات فقط قبل ما يسمع صوت خطوات سريعة في الدروج، وقبل ما تكمل حفيدة كلمة بشوية عليك سمعات صرخة في أنحاء الدار. حفيدة واقفة وكتشوف في بنتها اللي مفرشة في الأرض وقالت شحال من مرة كنقول ليك هبطي بشوية مع الدروج وانتي كدرتكي فيهم بحالي لا جارين عليك، وهاد شي وانتي لابسة نضاضر. هزات جولان راسها كترجع في شعرها الذهبي للنور وقالت وهي جامعة شفايفها ماما نعاونك ولكن بشرط تخليني نمشي مع وئام نتفرجوا في واحد الفيلم في السينما. قالت حفيدة السينما هي بغيتي باك يجري عليا انا وياك، ودايدون اليوم انتي ما غادا فيه، رباب بنت الحاجة جارتنا
جات من الميريكان وبغت تشوفك. جولان باقة مسرحة في الأرض وكتمسد في رجلها وقالت: وليش باغا تشوفني؟ مالها غتزوجني لولدها؟ عاونتها حفيدة توقف وقالت: وانتي كرهتيه؟ ولد رباب راه موشان في الميريكان، كل شي في الحومة كيهضر عليه. جولان هزات كتافها بعدم اهتمام وقالت: ومن بعد كون لقيت أنا الفرصة نمشي لأمريكا غادي نحقق العجب، غاز ظهر لي ما عندناش. قالت ليها حفيدة: انتي تمشي للميريكان، الماكلة لا ما وجدتها ليك ما كتاكليها، وباغا تمشي لبلاد اخرى وتعيشي بوحدك، احيان يا بنتي. جولان قالت: ماما راكي كتحقريني، واخا نبان ليك معتمدة عليك في كل شي، راهي لا كنت بوحدي غنجمع راسي. حفيدة قالت ليها: اياه قولي غير كتبعكي عليا. جولان بدات كتضحك وقالت: لا ماما فهمتيني غلط. ومشات كتسلت جهة الدروج وقالت: وزايدون انتي اللي دسترتيني. جولان غير شافت مهت حنات تحيد صندالتها وهي تمشي تجري طالعة مع الدروج. دخلت لبيتها وسدات الباب وتلاحت فوق سريرها الصغير وجرات البيسي اللي كان محلول وحطاته فوق حجرها. بقيت كتشوف في الملف اللي كيحمل حلمها وجهد سنتين. سألت في نفسها واش نهار هاد الحلم يمكن يتحقق ويرجع حقيقة؟ واش غدا توصل مبتغاها والشي اللي طمحات ليه رغم صعوبة تحقيقه؟ نهدت وسدت البيسي، جمعت بيتها اللي كان مقلوب كله وحوايجها في كل مكان، وتذكرت المرة اللي غدا تجي عندهم، كانت شافتها قبل سنوات فجات زور والديها واللي كتعتبرهم جولان عائلتها، علاقتها وطيدة بالحاج والحاجة وهما بدورهم كيعزوها كأنها حفيدتهم، ولكن بنتهم ما كتعرفهاش لديك الدرجة. هزات التليفون ديالها وصونات على ويئام صاحبتها واللي ساكنة قبالتهم، علمتها أنها ما تقدرش تمشي معاها للسينما حيت جايين عندهم الضياف وقطعات. نزلت جولان كتعاون حفيدة اللي قررت تدير عشاء على حقه وطريقه بعد لقائها مع رباب اليوم وتعاملها معها، عرفت أنها ما ليهاش ذنب في معاملة رجلها السيئة لها. فاش يلا تزوجات به عرفت أنه كان باغيش بنت أخرى، ولكنها رفضاته وتزوجات من راجل آخر وغادرت البلاد. ومن بعد اكتشفت أن هذا البنت هي نفسها رباب بنت الحاجة. سكتت وصبرت للمعاملة السيئة اللي كانت كتلقاها من إبراهيم، ولكن في داخلها لامت رباب وكانت على خطأ. رجلها اللي مقدرش ينسى الماضي ورفض البنت اللي بغى شكل ليها عقدة، وما لقى فيه من يفرغ غضبه غير فيها وفي بنته، وحتى كون رباب الطبيبة ومرة ناجحة خلاها تحس بالنقص، هي اللي مرة أمية وناقصها الكثير. ولكن هادشي كله قدرت تستحمل إلا الجفاء باش كيعامل إبراهيم بنته، رغم تربيتها اللي الكل كيشيد بيها وطيبتها واجتهادها في الدراسة، إلا ومشكل عليها حصار وكيعاملها بقسوة وتسلط، وحفيدة من خوفها ما كتقدرش تواجهه. ولكن حب حفيدة الكبير لبنتها وتضحياتها غطاو على قسوة إبراهيم وما أطروش على جولان. سمع صوت طرقات مجهدين على الباب، خرجت جولان من الكوزينة وغادت حلو هي كتمتم، قالت: أمانهم على هذا الدقان. حلت الباب وهي تبان لها وئام واقفة دايرة إيدها على جنبها وكتمضغ في المسكة. قالت جولان: هادي انتي، ايش هذا الدقان؟ وئام كتلعب في شعرها وقالت: قلتي جاية عندكم الطبيبة بنت الحاج؟ جولان قالت: اه علاش؟ وئام دفعات جولان ودخلات وقالت: جيت نعاونكم. جولان سدات الباب وتبعاتها، قالت ليها: فاش غتعاونينا؟ راه غا هي وجدة اللي جايين، وزيدون انا وماما كملنا كل شي. وئام كتشمشم وقالت: الله على ريحة، درتو الدجاج محمر. وهي تقول جولان: قولي جايباك غا كرشك، سيري للصالة غنمشي نكمل شلاضة ونجي لعندك. قالت وئام: اوكي. بعد نص ساعة تقريبا سمع الدقان مرة أخرى. يلا حفيدة كانت غادة تحل الباب
وهي تبان لها وئام دايزة طايرة لجهة الباب. وقفات كتشوف فيها كتسالم مع رباب والحاجة. رباب شافت في وئام مطولا بعد ما تسالمه مستغربة شكون هادي، وغير بانت ليها حفيظة جات لعندها وعنقاتها بإيد، وبالإيد الأخرى هاز بواطة كبيرة في البيض. اداتهم حفيظة للصالون، والحاجة كيف جلسات قالت فين هي بنتي جولان؟ حفيظة قالت في الكوزينة، أنا غنمشي نعيط عليها. وئام قالت ليها غا خليك خالتي، أنا غدا نمشي نعيط عليها ونكمل داكشي اللي كدير. تحركات وئام كتمايل في بيجامتها الضيقة مهتمة براسها بلا قياس، خاصة وهي خدامة في صالون للحلاقة والتزيين. دخلت وئام الكوزينة وهي تبان لها جولان كتطلع للكاميرا وهازة طرف الخبز في يدها. قالت وهي كتضحك اش كديري؟ قفزات جولان ودارت عندها وقالت اخلعتيني بغيت غندوق. وهي تقول لها وئام خرجي راه جاو كيسولوا عليك، حسيت بحال جايين يخطبوا فيك. جولان قالت الله ينجيني. وهي تقول وئام من نيتك كيف شفتي دابا غط بغديك لولدها اللي عايش كيف الامراء، واخا متواضعه وكتجي الحومه اللي تزادت وكبرات فيها غادة تبغي تزوج ولدها شي وحده نيت. جولان قالت وانا مالي تزوجو حتى باميره، انا بغيت غادتي ساعة ننشر كتابي وندير لاباس بجهدي ونعوض ماما على كل شيء. وئام هزات حاجبها وهي تقول وزهير. جولان بسرعة تزنقو خدودها وقالت مال زهير؟ وهي تقول وئام كتضليتها تهدي بيه ما تعلم إلا جا خطبك تسمحي بكل شيء وتقبلي. جولان قالت ما عرفت هاني مشيت باش نسلم عليهم. خرجت جولان متهربة من سؤال وئام، هي فعلا ما كتفكرش تزوج حاليا حيت باغة تحقق حلمها وتوصل لهدفها، ولكن سؤال وئام المباغت خلاها تفكر واش بصح تسمح في هاد الشي كله إلا تقدم ليها زهير حبها الأول والأخير الشخص اللي شاغل تفكيرها لثلاث سنوات تقريبا من أول يوم شافته في الجامعة وهي مأخوضة به، شخصيته وسامته كتراقبه من بعيد وعمرها تكلمات معاه ويمكن محال واش عارف حتى بوجودها. وصلت الباب الصالون وهي كتمسح بكمامها نضادرها اللي تضبه بالبخار اللي كان في الكوزينة، غالة حت رجلها لداخل وهي تخرج في الفاز الكبير اللي جنب الحيط. قدرات تسترجع توازنها وبقات مبلقة عينيها في الفاز اللي تشتت في الأرض القطع صغيرة، حركات بؤبؤ عينيها ببطء لداخل الصالون وشافت الأعين اللي موجهة لها. مرت لحظة صمت وهي مركزة غف ملامح وجه أمها اللي كانت عاصرة شفايفها وحابسة المعيور ليخرج، ومكسر الصمت غير ضحكة الحاجة وهي كتقول موقع باسة بنتي من اللي غانتي ما تجرحتيش ما كاين مشكل يمشي فاز ويجي فاز. حفيدة كارزة على سنانها وقالت اجي سلمي وسيري جيبي باش تجمعي داكشي. قربات جولان وهي كتدور في عينيها، سلمات على الحاجة وشافت في المرأة اللي جالسة جنبها كتبان أنيقة وما باينش عليها أنها من نفس سن ماماها. قربات جولان وبغت تسلم عليها بالتعويض وهي تجرها رباب وعنقاتها بحرارة. جولان استغربت ولكن بادلتها العناق، رجعت بسرعة وجمعات داكشي وعارفة راسها غد تاخد قرصة فاعلة تاركة من اللي خرجوا الناس. رجعت جلسات هي ووئام معهم وبقاو مجمعين. جولان كانت جالسة جنب رباب اللي جراتها تجلس حداها ومعظم الوقت كان لحديت بيناتهم. جولان دقيت غيرات الصورة اللي كانت راسمة على رباب، ظنات أنها غتعاملهم بتعالي حيت عايشة في الخارج، حتى تبت ليها العكس. عجباتها شخصية رباب وتواضعها واندامجوا في الحديث وتكلموا في بزاف المواضيع على مهنة رباب ودراستها للطب وعلى شغف جولان اللي هو بالآداب والكتابة. حفيدة شدات الجموع كيف ديما مع الحاجة، أما وئام فكانت مراقبة جولان وانسجامها مع رباب بنظرات غريبة
اللي ما كيعرفهم يقول غير الأم والابنة ديالها. من بعد نادت جولان وحفيدة حطوا العشاء، كلاو في جو مرح وكملوا جماعتهم على برد عتاه. شوية نادت جولان مع ويان اللي كانت غادة في حالها، وسمعت رباب رنين الهاتف ديالها. جبدات من ساكها وكيف شافت الاسم بتسمعت. نادت وخرجت لقاع الدار كتتكلم، وشوية رجعت وغير جلسات وسولتها الحاجة. قالت ليها قال ليك غيجي ياكي. رباب قالت آه غادي يجي، عنده اجتماع نهار اثنين في الفرع اللي هنا، يمكن غيتحول ليه في مرة. وهي تقول الحاجة بالصح، هي غترجعوا كاملين. رباب قالت إن شاء الله، أنا راه رجعت غير على قبل، فاش كينزل هنا على قبل الخدمة كنبقى نحسب في الأيام. وهي تقول الحاجة واخا ما كيجي مرة في شحال، ولكن حسن يستقر هنا. وهي تقول لهم حفيدة شكون هذا؟ الحاجة قالت حفيد يا حفيدة، خدام بين هنا والميريكان، وكيطل علينا مرة في الشهر كيف الهلال، دابا غادي يرجع بزز عليه ويجي يشوفنا. وهي تقول رباب راه غير حيت مشغولة مو. حفيدة قالت آه الله يحفظه لكم. قالت الحاجة آمينة بنتي. رباب حطت إيدها على إيد حفيدة وقالت ملي جي إيليا غادي نشوفه ونرجع نهضر معاك في شي حاجة مهمة. حفيدة استغربت وقالت واخا. وهي تقول الحاجة انتي عيطي عليه رئبان، ايش من إيليا؟ رباب قالت انتي عيطي ليه رئبان، ايش من إيليا؟ رباب قالت وا ماما ولدي سميتو إيليا. وهي تقول الحاجة وبعدها في الحالة المدنية مكتوبة رئبان. حفيدة كتشوف فيهم وما فهمة والو. وهي تقول رباب أنا قلت لجابر نسميه إيليا، وهو نهار مشى يحطو دار السمية اللي عاجبه، ولكن ولدي هذاك نعيط عليه بالسمية اللي بغيت. حفيدة بدأت كتضحك وهي تقول بجوج زوينين. وهي تقول الحاجة وهو ما كيبغي حد يعيط ليه إيليا من غير أمه، داكشي علاش كلنا كنعيطو ليه بسميتو، لا يتعصب علينا. وهي تقول رباب ولدي أنا كيتعصب، إيليا ما كاينش بحال، هادئ بزاف وحنين، ما كيتعصبش نهائيا، ديما كيحل كل شي بالعقل، حتى في الخدمة ما تسمعيش صوتو كيعلى، كيقولوا عليه بارد الأعصاب، ولكن هو بالعكس مسالم وما عندوش مع العنف. جولان كانت واقفة عند الباب وهي تقول شكون هذا خالتي؟ رباب تسمات وعينيها كيلمعوا وقالت ولدي حبيبي وفي أمريكا وفي واشنطن بالضبط. غادة سيارة سوداء كتلمع تحت أضواء شوارع المدينة المزدحمة، بنايات شاهقة والاكتضاد في كل مكان. كيف تطلق الضوء الخضر تحركات السيارة بسرعة متجاوزة باقي السيارات. شوية وقفات جنب مبنى كبير، تحل الباب وخرج شخص ضخم البنية لابس بدلة سوداء مع ربطة عنق في نفس اللون، تحرك بسرعة وحل الباب الخلف. أهبط الشخص اللي كان بدوره لابس كل شيء أسود، ولكن لباسه كان رياضي عبارة عن سروال سبور وقبية، داير القبة على راسه مغطي تقريبا نص وجهه، كتافه عراضه طويل القامة، ولكن جسده ماشي بضخامة السائق. حرك الشخص راسه ببطء وشاف جهة باب المبنى اللي كان مزدحم ببنادم اللي باغي يدخل للداخل، ورجع شاف السائق وقال يمكن ليك تمشي. قال ليه السائق سيدي خليني نرافقك كاين ازدحام تما. رئبان خرج ايده من الجيب وطلع القبة ديالو حتى بانوا عينيه كيلمعوا بزرقتهم المميزة، وقال كان بان ليك بحال ليلة محتاج مرافقة. السائق حضر راسه وقال لا سيدي. رجع هبط القبية على راسه وخشى ايديه في الجيب، تحرك كيتمشى بخطى ثابتة في اتجاه المبنى، وشق طريقه بين الناس المزاحمة عند المدخل وداخل المبنى وبالضبط أحد القاعات الكبيرة، جالسين الناس رجال ونساء
حول حلبة بضاير بها قفص حديدي. ما كانتش حلبة عادية للملاكمة، وإنما حلبة خاصة بمباريات فنون القتال المتنوعة. المنافسين في هذه الرياضة ماشي ضروري يكونوا محصورين بنوع محدد، يمكن يكونوا من خلفيات رياضية متنوعة، سواء الملاكمة أو فنون الدفاع عن النفس أو المصارعة. وهذه الرياضة عليها إقبال كبير وليها شهرة واسعة بسبب تعدد المهارات القتالية اللي كتكون داخل القفص. ومع الحشد الكبير اللي جاي يحضر المباراة كيتسمع الهراج والصياح في كل مكان، ولكن بعد مدة عم الصمت فاش تسمع صوت كيعلن دخول أحد المتبارين. خرج من أحد البوابات رجل أشقر لابس رداء أحمر مفتوح ومبين عضلاته. كانوا مجموعة من الأشخاص دايرين بيه ورافقوه حتى دخل الحلبة. خد المقاتل علم أمريكا وهزوا الفوق، وتسمع صوت تصفيق الناس وصيحات التشجيع. رجع العلم للأشخاص اللي معاه ووقف في زاوية الحلبة، وعم الصمت من جديد واتجهت الأعين جهة الباب الآخر. وبعد لحظات خرج كيتمشى بهدوء لابس نفس القبية السوداء والقب مغطي راسه. كانوا معاه جوج درجال فقط تابعينه من الخلف، بجوج كبار في السن، واحد فيهم المدرب دياله والآخر مساعد المدرب. ادخل الحلبة وقف في الوسط، لفت بهدوء وشاف واحد الجهة، بان ليه وليد صغير وشعره كحل وهاز راية المغرب، ورجع شاف ببرود في المنافس دياله اللي وقف مقابل معاه. الحكم هدر معاهم بجوج وطلب المدربين يخويوا الحلبة. قرب الأمريكي اللي عند وجه رقباله وقال وبحركات مستفزة، علاش ما ترجعش لبلادك يا هاد الإرهابي القتال؟ رقبال شاف فيه بنظرات حادة وما جاوبوش، وهو يقول جايسون اليوم غادي نغيبك. رقبال ترسمت ابتسامة باردة على زاوية فمه. هدوء رقبال لعب على أعصاب جايسون أكثر، شافه كيحيد القبية بشوية عليه وبملامح جامدة غريبة، زاد شعر بالمعقول. كان باغي يزيد يعاير ويستفزه، احتجروا الحكم وبعدهم على بعض. وقف رقبال بثقة غير مباري بأصوات السياح اللي ضده وحتى تشجيعات المراهقات اللي مخرجين عينيهم فيه وفي الوشوم اللي مالية صدره ودرعانه، ما اهتمش ليها. وعم الهدوء وكل شي مترقب المباراة، خاصة معجبين جايسون اللي كانوا بكثرة. وكيف قال الحكم ابدأ، اتحركوا بجوج وكيترقبوا شكون غيبدأ الهجوم. جايسون تحرك اليمين والشمال، مشدد على قبضة ايده وبسرعة هجم على رقبال، دار حركات طفولية بملامح وجهه قبل ما يسدد ناحية وجهه لكمة سريعة. تحاشاها رقبال بخفة وفي نفس اللحظة سدد لكمة بإيده ليسرية، جابها لجايسون في فكه اليمين حتى طار لعابه. مشى جسمه وجاء قبل ما يطيح على الأرض مخرج عينيه. دق الجرس وتحسمات المباراة بالضربة القاضية. الحكم هز إيد رقبال الفوق وتسمع صوت التصفيق. لحظات فقط وعمرات الحلبة بالناس والصحافة. وقف أحدهم كيشوف جايسون دايخ، والمدرب ديالو كينخض فيه باش يتوقد، وتلفت عند صاحبه وقال ما كيقولوش عليه سفاح أغا هكاك، وهو يقول الشخص التاني كان كيدير قتال الشوارع عمره خسر شي ماتش، قال الشخص الأول، وهو كيقلب على رقبال وسط الحلبة. فينا هو؟ رقبال هز القبية ديالو من الأرض ولبسها وخرج من بينهم، حيد القفازات المفتوحين من إيديه واتحنى عند الوليد الصغير اللي هاز علم المغرب، مدهم ليه رقبال ومرر إيده على شعر الطفل وخرج من المكان ومخلي الناس والصحافة كيقلبوا عليه. توجه للفيستيار وخدادوش بسرعة ولبس قبية أخرى في الكحل مع سروال رمادي، وخرج من الباب الخلفي وطلع في الطوموبيل اللي خلى ليه السائق من بعد ما وصاه. تحرك وكانت وجهته المطار.